أهلا بكم متابعي التلفزيون العربي على يوتيوب، أنا وائل تميم، أدعوكم للاشتراك في القناة بالضغط على سبسكرايب لتصلكم إشعارات تغطياتنا الإخبارية وبرامجنا، إضافة إلى التحقيقات الخاصة والوثائقيات. مع انقضاء العام الأول من الحرب الأوكرانية الروسية، ظهرت قوات أحمد قديروف كميليشيا رديفة تقاتل إلى جانب روسيا بتبعية رسمية إلى وزارة الدفاع الشيشانية. فما هي هذه القوات وما قوامها وما الهدف من إنشائها؟ قوات أحمد قديروف أو قوات أحمد هي مجموعة قتالية مكونة من 4 كتائب اكتسبت اسمها نسبة إلى القائد الشيشاني الراحل أحمد قديروف، وتضم بين صفوفها مقاتلين شيشانيين متطوعين من خارج القوات النظامية. ومع أن إنشاء هذه الكتائب كان على يد الرئيس الشيشاني رمضان قديروف منتصف 2022، إلا أنها تدار عسكرياً من قبل وزارة الدفاع الروسية، إذ تعد من أكبر الميليشيات المقاتلة إلى جانب موسكو من خارج روسيا. الغرض الرئيس من تشكيل قوات أحمد هي مساندة روسيا في حربها ضد أوكرانيا، ويبلغ عدد منتسبيها حوالي 10,000 مقاتل، وتحصل على سلاحها وذخيرتها من المخازن العسكرية الروسية بشكل مباشر، كما لو أنها من وحدات الجيش الروسي. تتبنى هذه القوات العقيدة القتالية الروسية التي تعتبر القتال في أوكرانيا هو بالأساس ضد من تصفهم بالنازيين الجدد، وتحمل آلياتهم ومعداتهم العلامة Z التي تميز الآليات والمعدات العسكرية الروسية المشاركة في حرب أوكرانيا. يسود بين عناصر هذه القوات الطرق الصوفية كالقادرية والنقشبندية التي يحرص منتسبوها على أداء الصلوات والأدعية والأناشيد الصوفية، بالإضافة إلى الأناشيد التي تمجد مفاخر القوقاز وفروسيتهم. ونظراً لشراسة عناصرها وإقدامهم على القتال، فقد اعتمدت عليهم روسيا في العمليات العسكرية على محاور مارينكا على الجبهة الشرقية في دونيتسك، معنية تسليمهم للمواقع التي بحوزة قوات فاغنر الروسية على تلك الجبهات. الجدير بالذكر أن المشاركة الشيشانية في الحرب لا تقتصر على قوات أحمد الداعمة لموسكو، فعلى المقلب الآخر رصدت كتائب شيشانية مناهضة لروسيا تقاتل إلى جانب الجيش الأوكراني، إذ تجذب الحرب طيفاً واسعاً من المقاتلين الأجانب على الجبهة الأوكرانية ممن لديهم حافز قوي لمقاتلة روسيا باعتبار المظلومية الشيشانية التي ما زالت حاضرة في ذهن العديد من أبناء المقاومة الشيشانية التي قاتلت روسيا في 90s القرن الماضي. بعد التقرير نبدأ نقاشنا. مقاتلون شيشانيون في قلب المعركة الدائرة في أوكرانيا، يقاتلون إلى جانب القوات الروسية هناك منذ فبراير شباط العام الماضي، يتسلحون بأسلحتها ويرتدون شعارها ويتبنون عقيدتها العسكرية. إنهم كتائب أحمد قديروف أو ما باتت تعرف بمفارز أخمات، نسبة إلى القائد الشيشاني أحمد قديروف الأب، والمكونة من عناصر شيشانية متطوعة استطاعت إثبات كفاءة عناصرها في ساحات المعارك لدرجة استبدال عناصر مجموعة فاغنر بهم على جبهات القتال. لم يكن من المتخيل قبل عقود أن يكون الشيشان أداة طيعة بيد الروس، نظراً للتاريخ الدموي الذي طبع العلاقة بين البلدين. فقد عرف الشيشانيون بحركتهم الانفصالية عن روسيا لإعلان دولتهم المستقلة. فكيف تحول الشيشانيون إلى أداة في يد موسكو بعد أن كان عنوانهم المقاومة ضد روسيا والاستقلال بالبلد ذي الأغلبية المسلمة؟ لطالما كان طموح الشيشانيين تاريخياً هو توحيد منطقة القوقاز تحت مظلة واحدة تجمع شعوبها في دولة مستقلة، وكانت الفرصة قد لاحت مع انهيار الاتحاد السوفيتي عندما قام القائد الشيشاني علي جوهر دودايف بإعلان الاستقلال عام 1991. في تلك الفترة قرر الرئيس الروسي الراحل بوريس يلتسن أن يستعيد الشيشان بعملية عسكرية خاطفة، لكن المقاومة الشرسة فرضت على الروس توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار عام 1996 بقيادة الرئيس الشيشاني الراحل أصلان مسخدوف. لم يكن الاستقلال كاملاً، وبقيت المقاومة تشن هجماتها في الشيشان والداخل الروسي،
وكان أحمد قديروف من بين القادة الشيشان الذين أعلنوا الجهاد ضد روسيا. لكن ومنذ مجيء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السلطة وانقلاب مفتي الشيشان أحمد قديروف عن المقاومة تحت عنوان حفظ الدماء، استطاعت روسيا بسط نفوذها على هذا البلد المثقل بالجراح. لقد كان لانقلاب قديروف وأنصاره من العداء الشديد لروسيا إلى الموالاة المطلقة دور كبير في خضوع الشيشان لروسيا سياسياً، وقد عرض هذا الموقف أحمد قديروف إلى الاغتيال عام 2004 ليأتي بعده ابنه رمضان قديروف مكملاً ما بدأه والده. نسج قديروف الابن علاقة وثيقة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واستطاع أن يستثمر هذه العلاقة لتقوية نفوذه في منطقة القوقاز تحت حجة الضربات الوقائية للحركات الانفصالية في إنغوشيا ودغستان الجارتين للشيشان. الجدير بالذكر أن المورد الأهم لميزانية الشيشان تموله روسيا على شكل دفعات مالية أو قروض ميسرة، مما يضمن تبعية الشيشان لروسيا. ويبدو أن سيد الكرملين يسلم بولاء قديروف ومحاربيه الذين أصبحوا أهم أذرعه العسكرية في القتال على أكثر من جبهة، حيث سبق أن استعانت بهم موسكو للقتال في سوريا وشبه جزيرة القرم وأخيراً في أوكرانيا. معنا هنا في الاستوديو الدكتور مهند سلوم، أستاذ الدراسات الأمنية في معهد الدوحة للدراسات العليا. دكتور، قبل أيام وقعت قوات قديروف عقداً مع وزارة الدفاع الروسية لمزيد من مساهمتهم في حرب أوكرانيا، بينما عزفت فاغنر عن التوقيع. ما الذي يجعل قديروف موالياً لهذه الدرجة لموسكو؟ للإجابة على هذا السؤال أعتقد أولاً يجب أن نعود إلى الوراء تاريخياً. من هم جماعة قديروف، وما هو وضع جماعة فاغنر؟ جماعة فاغنر جماعة مسلحة أعتقد أصبحت معروفة عبر الإعلام خلال الفترة الماضية، وهي جماعة مسلحة ما دون الدولة، ربما تسمى ميليشيا في التسميات العسكرية، تساند الجيش الروسي. بينما قديروف له تاريخ يعني شيء منفصل، لا تشبه فاغنر. جماعة قديروف لا تشبه فاغنر، لها ارتباطات سياسية بروسيا تعود إلى والد رمضان قديروف اللي هو أحمد قديروف. أحمد قديروف هو من شكل هذه الجماعة، ولهذا تسمى جماعة أحمد باراميليتريز، يعني الجماعات المسلحة جماعة أحمد. فهم مرتبطون بروسيا بشكل كبير جدا، وروسيا أيضا لها ثقل سياسي ومالي على الشيشان. أيضا دعنا نعود إلى الوراء، لماذا، ما هو هذا العقد مع وزارة الدفاع الروسية؟ لماذا طلبت الآن وزارة الدفاع الروسية توقيع هذا العقد، وما هي هذه العقود؟ طبعا قراءتي لطلب وزارة الدفاع من جميع الجماعات المسلحة ما دون الدولة التي تساند القوات الروسية والتي تسميها وزارة الدفاع بالجماعات المتطوعين، هو لإعادة هيكلة القيادة والسيطرة على المستوى العسكري، وأعتقد قالها وزير الدفاع الروسي. فالفرق بين فاغنر فرق كبير جدا. عندما نسمع أو نقرأ تصريحات رمضان قديروف يبدو الرجل وهو يقول عن نفسه أنه جندي في الدولة الروسية، هل هذا الارتباط الكبير بروسيا هو بدافع مصلحي أم لا؟ هو مقتنع أن الشيشان هي جزء من روسيا الاتحادية، ولذلك هو يدافع عن وطنه. رمضان قديروف ورث علاقته مع روسيا من والده أحمد قديروف. أحمد قديروف لجأ في العام 1999 إلى روسيا، اضطر إلى اللجوء إلى روسيا بعد خسارته عسكريا على الأرض في الشيشان في المعارك التي جرت في وقتها فيما بين الجماعات الروسية، عفوا الشيشانية. فوصف المعارضين له بأنهم إسلاميون متطرفون، أحزاب الشيطان إلى آخره. هذا جعل من روسيا هي من وضعت أحمد قديروف في الحكم في العام، يعني بعد معارك العام 1999 والدعم الروسي لأحمد قديروف وصل إلى الحكم في العام 2003. تحالفه مع روسيا أدى إلى اغتياله في العام 2004 في ملعب غروزني الرئيس. وطبعا اتهمت جماعات شيشانية انفصالية باغتيال أحمد قديروف. بعدها بكم سنة في العام 2007 نصب رمضان. طبعا رمضان ابنه
هو من يعني ورث الجماعة المسلحة فروسية صاحبة فضل كبير جدا على عائلة قاديروف. نعم، هم الآن يردون لها الإحسان بالإحسان، لكن ماذا عن مواقف بقية الجماعات الشيشانية في الرأي العام العربي؟ ارتبطت دائما الشيشان بصورة الشعب الذي يقاوم احتلالا روسيا، يدافع عن أرضه، يبذل التضحيات. الآن الصورة التي يقدمها قاديروف وجماعته مختلفة كليا، لا بل هي نقيض تلك الصورة. ومرة أخرى أعيد الكرة إلى أحمد قاديروف. أحمد قاديروف وصل إلى السلطة، يعني في صراع داخلي في الشيشان. نعم. ما بين من جهة أحمد قاديروف وما يمثله، ومن جهة أخرى جماعات انفصالية معارضة لروسيا. فأحمد قاديروف وصل إلى السلطة من خلال الدعم الروسي، بينما الطرف الآخر الجماعات التي تعتبر نفسها معارضة لروسيا، انفصالية، تريد الانفصال عن روسيا، تمثل خط معين في العام 1991 أعلنت الشيشان انفصالها عن روسيا، ولكن فشلت ودخلت روسيا في حربين لاستعادة الشيشان، قتل فيها أكثر من 300 ألف شيشاني، ودمرت مدن بأسرها. في الواقع دمرت الشيشان بشكل كامل. فالموجود الآن أو لا يمكن قراءة الحاضر من دون فهم الماضي الشيشاني. فالآن نجد أن رمضان يقاتل من؟ هو نقل المعركة، معركة تاريخية شيشانية، نقلها من الشيشان إلى روسيا، إلى الحرب الروسية الأوكرانية. وبالطرف الثاني بالمناسبة المعارضين والانفصاليين الشيشان يقاتلون جنبا إلى جنب مع القوات الأوكرانية. هناك جماعات شيشانية تقاتل مع أوكرانيا ضد روسيا. بالمناسبة القوات الشيشانية، قوات قاديروف، لم تبدأ القتال الآن. يعني ربما الآن سلط الضوء الإعلامي على دور قاديروف أو خلال الأشهر الماضية، لكن منذ فبراير السنة الماضية، منذ فبراير 2022، دخلت قوات قاديروف في القتال، وهي كانت القوة الأولى المساندة للروس التي حاولت أن تحتل كييف عاصمة أوكرانيا. وهذا ما أكدت تقارير وزارة الدفاع الأوكرانية. كانوا يلبسون الملابس الروسية، ملابس القوات الروسية، ولكنهم قوات شيشانية، وضعوا إشارة زد هذه الشهيرة أيضا، وكانت نعم. وكانوا يحملون إشارة زد، لكن الاعتقالات والقتلى أكدت هويتهم أنهم من الشيشان. نعم، هناك ما يقال عن مرجعية فكرية بين قوسين لهذه القوات، الحديث عن اتجاهات صوفية بينهم. نعم، أحمد قاديروف هو كان المفتي، مفتي الجماعة، هو المفتي الجراند مفتي، المفتي الأكبر للجماعة، ولهم توجهات صوفية. حتى الآن الخطاب السياسي للقوات الشيشانية، القوات التابعة للقاديروف، بالمناسبة يسمونهم القادريون أو نسبة إلى المدرسة القادرية حتى، ليس كذلك، إلى اسم أحمد. نعم. قاديروف. نعم. يسمون باللغة الإنجليزية كودروفايتس. فهؤلاء يتبعون العقيدة الصوفية، ولكن بنفس الوقت الخطاب الحالي، لو ننظر إلى تصريحات رمضان قاديروف وقيادات الميدانية لما يسمى بجماعة أحمد، هي تصريحات لها طابع ديني إلى حد ما، ويصفون أعدائهم بأوصاف سلبية دينية، يقولون the Satans، عبدة الشيطان، المتطرفين النازيين، يتبنون بعض الخطاب الروسي أيضا في كلامهم. لكن الأناشيد التي نسمعها أو نجدها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي حتى ينشدونها عندما يذهبون إلى اللقاءات أو في الاجتماعات الداخلية، هي لرفع الروح المعنوية والتعبئة، نعم. وأنه والي أيضا وضع صبغة دينية على أنه هذا يعني أنه هذه شرعية القتال ضد هذه الجماعات، وأنه امتداد لما بدأ به أحمد قاديروف. نعم. معظم المقاتلين أو كلهم ربما هم متطوعون في النهاية. نعم. ولا يوجد شيء إجباري يدفع هؤلاء إلى القتال، أليس كذلك؟ هم منضمون إلى هذه. نعم. الجماعات رسميا لا يوجد شيء يجبرهم، لكنهم منضمون إلى هذه الجماعات مثلهم مثل أي جماعة أخرى. فالدخول في الجماعة يحتم عليهم التزامات معينة، ويوجد نظام عقوبات وضبط وربط وسيطرة، كل شيء مثلهم مثل أي جماعة مسلحة أخرى. بالمقابل توجد أيضا مقابل مالي، يوجد أيضا مقابل مناصب، يوجد نظام ترقيات داخلي. فهي جماعة منظمة
تعدادها تقريبا بين 10,000 إلى 12,000، وربما يقال الآن وصل إلى 20,000 مقاتل مدرب. ويبدو أنهم يحظون بثقة كبيرة من المؤسسة العسكرية الروسية، حتى أنهم يحصلون على الذخائر وأسلحة متطورة، بعكس مثلا فاغنر التي تشتكي من ذلك. هذه ثقة كبيرة ربما من قبل المؤسسة الروسية. نعم، السبب أنه هم يعني القيادة الروسية الكرملين يضمن 100% ولا قاديروف. قاديروف ليس لديه خيارات أخرى، ليس لديه خيارات أخرى، وقد ساعدت يعني الحكومة الروسية على القضاء على كل خصومه في الشيشان. فهو بالنسبة يعني بالنسبة له هم وضعوه على كرسي الحكم، وضعوا والده أغتيل، وضعوه هو على كرسي الحكم، فالآن هو مسيطر. ولكن توجد جزئية ربما أريد أن أعود لها. أنا ذكرت أنه وزارة الدفاع الروسية تحاول إعادة هيكلة نظام القيادة والسيطرة. القرار الدايركتيف اللي أصدره، القرار الذي أصدره وزير الدفاع، وأصدر أيضا موعد نهائي لتنفيذه، أنه في بداية شهر تموز، شهر 7، يجب على جميع القوات المسلحة ما دون الدولة أن توقع على عقود مع وزارة الدفاع. رفض قائد مجموعة فاغنر هذا، ويعني هذا القرار، وقال لن نوقع ولن نكون تحت قيادة وزارة الدفاع. لكن هو كان واضحا، هو لا يرفض التعاون مع الحكومة الروسية، هو يرفض التعاون مع شخص وزير الدفاع. نعم. وتوجد حرب إعلامية مستعرة خلال الثلاث أسابيع الماضية، أو حتى أكثر، من الانتقادات. وحتى قاديروف كان ينتقد وزير الدفاع الروسي حتى وقت قريب، ولكنه خفف من هذه الانتقادات. لا ينتقد الوزير بشكل مباشر، ولكن كان ينتقد قيادات ميدانية، ضباط، جنرالات في الجيش الروسي. هل هذا السؤال الذي ربما يطرح نفسه، هل هذا العداء ما بين قائد مجموعة فاغنر ووزير الدفاع الروسي هل هو حقيقي؟ نعم. لماذا لم يتحدث عنه الرئيس بوتين حتى الآن؟ وهل يتدخل لاحقا؟ نعم، هذا في الوقت طرحنا هذا السؤال على أكثر من ضيف روسي في برامج أخرى. لكن السؤال أيضا نختم به دكتور مهند، لماذا تحتاج روسيا إلى تجنيد هذه المجموعات شبه العسكرية، بينما الجيش الروسي هو الأقوى في العالم، ثاني أقوى جيش في العالم؟ توجد تفسيرات يعني مختلفة. ربما تعلمت روسيا من الولايات المتحدة الأمريكية. توجد سوابق في هذا الاتجاه. الولايات المتحدة الأمريكية كانت تمتلك ربما والآن تدعي أنها تمتلك أقوى جيش في العالم، ولكنها عندما دخلت مثلا إلى العراق استعانت بكثير من الشركات العسكرية المشابهة لفاغنر، شركات أمنية حماية منشآت ربما وليس في المعارك. بلاك ووتر ما كانت لحماية، ما كانت لحماية المنشآت، نفذت عمليات في أماكن مختلفة، كانت يعني خاصة العمليات الخاصة. توجد أيضا جماعات أخرى مسلحة استخدمتها الولايات المتحدة الأمريكية. الشيء الذي يمكن أن يرد إلى البال في هذا الاتجاه، لماذا دولة مثل روسيا تستخدم قوات ما دون الدولة، هو لإبعاد نفسها عن أي جرائم حرب يمكن أن ترتكب. هذه الجماعات متهمة، يعني توجد قائمة طويلة جدا من الاتهامات ضد قاديروف وضد فاغنر في أماكن مختلفة من العالم. فهذه الجماعات لو ارتكبت جرائم يمكن للقيادة الروسية أن تقول هذه جماعات لا غير تابعة للدولة الروسية وليس الجيش الروسي. شكرا جزيلا الدكتور مهند سلوم، أستاذ الدراسات الأمنية في معهد الدوحة للدراسات العليا.